إذا متتبعينا الأوفياء، انتقلنا بكم اليوم إلى مدينة مضار أو جماعة مضار، وبالضبط في مديرية إقليمية للتربية والتكوين ببلدية مضار. معنا أستاذ دكتور إبراهيم أغوفي، المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. مرحبا بك سي المدير. شكرا شكرا. انا السؤال الاول، بعدما اعلنت وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاول والرياضه عن مباريات توظيف الاطر النظاميه والاكاديميه، وستجرى المباراه في شقها الكتابي يوم 11 دجنبير من الموسم 2021، ولكن هذه السنة جاءت مباريات ضمن شروط خاصة، هل تستطيعون سي إبراهيم أغوفي التوضيح أكثر؟ بسم الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. بداية ترحب بالسادة مراسلي المواقع الإعلانية الإلكترونية الإقليم ديال الدريوش، مشكورين على تلبيتهم لهذه الدعوة اللي من خلالها غنسلطوا الضوء على المعايير المهمة لتوظيف الأطر النظامية الأكاديمية. بسم الله، قلت لك تأتي خطة ديال الوزارة من خلال هاد المستجدات اللي كيف تعرف الجميع، اللي الهدف منها هو تثمين الموارد البشرية، واستشمال مباراة ديال توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية ومباراة الملحقين بما فيهم الدور ديال الدعم التربوي والإداري والاجتماعي والاقتصادي. بالنسبة للسي إبراهيم لتحديد السن في 30 سنة، واش ما كتشوفوش بأنه غير منصف لبعض الشباب اللي باغيين يديروا مهن أستاذ؟ بالنسبة لهذه النقطة اللي تتهم تحديد السن الأقصى في 30 سنة الى في تاريخ اجراء ديال المباراه، فالهدف ديالو هو جذب ديال المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، بهدف ضمان التزامهم الدائم في الخدمه ديال المدرسه العموميه، علاوه على الاستثمار الانجح في التكوين، سواء التكوين الاساس والتكوين المستمر في المسار المهني اللي غينخرطوا فيه ان شاء الله. سي إبراهيم، لماذا هذا الاتقاء الولي؟ وما هي أهم المعايير المعتمدة في ذلك؟ بالنسبة للاعتماد ديال الاتقاء الأولي لاجتياز المباراة يعني الشق الكتابي منها، وبناء على معايير هي موضوعية، اللي الهدف منها هو دعم ديال الجاذبية ديال المهنة ديال الأستاذية لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وناخذ هذه المعايير بعين الاعتبار، او هذه المعايير تتاخذ بعين الاعتبار الميزان المحصل عليها سواء في البكالوريا، والميزان المحصل عليها ايضا في الاجازه، والسنه ديال الحصول على هذه الاخيره. بالنسبه للوزاره، وزاره التربيه والتعليم، كنعرفوا ان حاملي الاجازه في التربيه يتم اعفائهم، واش يمكن توضح لنا اكثر؟ بالنسبه لاعفاء حاملي اجازه التربيه في المرحله ديال الانتقاء من هذه المرحله ديال الانتقاء القبلي، والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبار الكتابي بشكل مباشر، هذا الاجراء هو تشجيع ذاك المسار ديال التكوين الطويل في 5 سنوات من اجل دعم مهنه وظائف ديال التربيه والتعليم ديال هذه الفئه. بالنسبه بعدما تم ادراج رساله تحفيز في ملف المترشح، ما هي أهميتها بالنسبة للإدارة والمترشحة عفوا؟ هي بالنسبة لهذه الوثيقة الإلزامية، هذه هي الرسالة التحفيزية أو ليتر دو موتيفاسيون، هي تتبين لنا الرغبة والاستعداد ديال المترشحة أو المترشح أثناء يعني المهنة ديال التربية، يعني يكونوا تيبغيوها. واكيد كما شار معالي ديال الوزير في المداخله ديالو الى كنتو تابعتوها، يعني في اثناء اختبار ديال الشفوي ان شاء الله بالنسبه اللي غيجتازوا
الكتابي، فيتم التركيز على هذه واللي من خلال على هذه النقطه، واللي من خلالها غتبين حتى الرغبه ولا موتيفاسيون ديال المترشحات اللي غيجيو ان شاء الله لهذه المهنه ديال التدريس ان شاء الله، ويكونوا تيبغيوها تيحبوها. اكيد اكيد هاد النقطه يعني لهذا السبب تم ادراجها. واش ممكن سيد المدير بعض المعطيات حول التخصصات المطلوبه بالاقليم او باقليم الدروش صح التعبير؟ بالنسبه للمناصب الحمد لله وحدنا هي مناصب مهمه اللي مفتوحه بالنسبه للشباب ديال الاقليم ديال اقليم الدروش والاقاليم المجاوره، وهي تتهم جميع تقريبا ديال اهم ديال الشعاب. كاين مناصب مهمه بالنسبه للسلك الابتدائي وبالنسبه للسلك الثانوي في جميع التخصصات الرياضيات الفرنسيه التقنيه البدنيه الاجتماعيات التكنولوجيه، يعني جميع الشعاب اغلب الشعاب فهي متوفره ضمن المناصب اللي ان شاء الله غادي يلتحقوا بها الشباب ديالنا ديال الاقليم كما قلت والاقاليم المجاوره. السي ابراهيم سي المدير سي ابراهيم غوفي كنشكرك على هذا التوضيح، شكرا على قبول الدعوه. سي ابراهيم غوفي المدير الاقليمي للاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين لجهه الشرق، نشكرك سيدي، شكرا جزيلا. شكرا لكم.